شقيقتان تنتحلان صفة طبيبتي أسنان وتقومان بفتح عيادة في بغداد. نيفرتيتي مركز وهمي غير مجاز للأسنان والتجميل قرب مجمع بسمايا ببغداد، افتتحته شقيقتان رغم أنهن ليستا طبيبات. وزارة الصحة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبطهن داخل المركز بعد اكتشاف الحقيقة. طبيبتي أسنان تدعيان أنهما طبيبتي أسنان، وتبين أنهما ليستا كذلك. وبعد توجه فرقة مشتركة ما بين وزارة الصحة والجهات الأمنية تم التحقق من أوليات الموظفين في هذا المكان، ومع شديد الأسف ثبت فعلا أنهما ليستا طبيبتي أسنان، منتحلتان للصفة. أهالي المنطقة كادوا أن يقعوا ضحية النصب والاحتيال على يد الشقيقتين قبل معرفة الحقيقة، فالمركز فتح منذ مدة قصيرة كما يقولون، يطالبون بمحاسبة منتحلي الصفة، والوزارة تتوعد بإجراءات لمواجهة هذه الظاهرة. احنا نتمنى من وزارة الصحة ومن الأمن الوطني ومن كل عمليات بغداد انه اي مركز ما ينفتح الا بموافقات رسمية ويكون خاضع للرقابة الصحية. هذا مع الأسف يحدث، وهو يحدث في كل بلدان العالم، لكن كما ذكرت جنابك خصوصية العمل الطبي فيه خطر وتماس مباشر على حياة الإنسان، حياة العوائل العراقية، ولذلك يكون الإجراء حازم وسريع لكي نحمي المجتمع ويكون العقاب مثل هؤلاء الأفراد عبرة. الشقيقتان تم إحالتهما إلى الجهات القضائية لينالا جزاؤهما، والذي قد يكون بالسجن لمدة 10 سنوات وفق فقهاء في القانون، ظاهرة باتت تتزايد رغم محاولات الجهات المختصة في السيطرة عليها. من العاصمة بغداد، بدر الركابي، التغيير.